السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أتمنى الجميع يكون بخير. طلاب، اسم مادتنا هي Computer Programming Part 1، برمجة الحاسبات الجزء الأول الخاصة بالكورس الأول، وإن شاء الله راح نتعلم إحدى اللغات البرمجية الأساسية والأكثر شيوعاً وأهمية في عالم الحاسوب، وهي لغة C++. وهاي المحاضرة عبارة عن introduction بسيط عن لغة C++، وراح نفتهم ونعرف من العالم اللي سوى هاي اللغة، يعني راح ناخذ مقدمة تاريخية عن هاي اللغة، وراح نعرف ليش تعتبر لغة C++ من أقوى اللغات البرمجية. يعني طلاب، حاليا لغة C++ تعتبر لغة نمبر 1 بالعالم من بين المئات من اللغات البرمجية الأخرى. طلاب، السي بروجرامينج لانجوج ظهرت بعام 1969 لغاية 1973، بهاي الفترة اللي هي نهاية الستينات إلى بداية السبعينات، اللي سواها شخص اسمه دين ستروجي، هو اللي كتب هاي اللغة اللي هي السي بروجرامينج. وطبعا هاي اللغة اللي هي السي صار عليها ابديت، يعني تحديث وتطوير، طوروا عليها العلماء، ونتيجة لهذا التطوير اللي صار على لغة السي بروجرامينج ظهرت لغة برمجية اخرى اسمها السي بلس بلس بروجرامينج لانجوج، وهي اللغة اللي راح نعتمدها بهذا الكورس، واللي صدرت بسنة 1983 عن طريق العالم بيارني ستروسترو. طلاب، الهدف من دراسة اللغة البرمجية بصورة عامة حتى تتمكن من كتابة البرنامج، يعني انت راح تدرس السي بلس بلس على مود تتمكن من كتابة برنامج بهاي اللغة، بالاعتماد على قواعد وإعازات وأسس السي بلس بلس. هذا البرنامج راح ينطي ريزلت، نتيجة معينة، ويتنفذ بواسطة جهاز إلكتروني اللي هو الحاسوب. حاليا راح ننتقل للمنهج المقرر Lecture 1 Introduction. الكمبيوتر is a device capable of performing computations and making logical decisions at speeds millions and even billions of times faster than human beings. الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز إلى القدرة على إجراء وتنفيذ العمليات الحسابية وكذلك اتخاذ القرارات المنطقية، يعني اتخذ قرار بسرعة أكبر بملايين بل ومليارات المرات من البشر، يعني ينطيك الريزلت باتخاذ القرار المنطقي أو بإجراء أي عملية حسابية بسرعة أكبر من سرعة البشر بملايين المرات. هذا الفيجر يوضح الكمبيوتر سيستم بصورة مختصرة، حيث يتألف الكمبيوتر سيستم من البريفيرالز اللي يسموها الانبوت والاوتبوت ديفايس، مثل الكيبورد، لوحة المفاتيح اللي تعتبر كانبوت ديفايس، والمونيتور اللي هي الاوتبوت ديفايس، شاشة العرض. فالبرنامج انت كيوزر راح تكتبه عن طريق الكيبورد وتشوف الريزلت بعد تنفيذ البرنامج عن طريق المونيتور، لكن تنفيذ البرنامج ومعالجة البرنامج يتم داخل البروسيسور اللي هو CPU، وخزن البرنامج راح يكون داخل الرام اللي هي المين ميموري. Computers process data under the control of sets of instructions called computer programs. يعني الكمبيوترز الحاسبات راح تسوي بروسس للداتا، تعالج البيانات أو تقدم solution لفد problem معينة. هذا solution أو البروسس راح يتم عن طريق set of instructions، مجموعة من الإعازات أنت راح تكتبها كمبرمج أو يوزر. هاي الإعازات يسموها الكمبيوتر بروجرامز أو البروجرامز اللي هي البرامج.
إذن البرنامج بصورة مختصرة هو عبارة عن مجموعة من الإعازات اللي راح يكتبها المبرمج على مود تسوي بروسس لفداتة معينة أو تقدم سوليوشن لبروبلم معينة. هذا هو مصطلح الكمبيوتر بروجرامز أو البروجرام. المصطلح الآخر هو البروجرامينج. Is the process of writing instructions for a computer in a certain in order to solve a problem. البروجرامينج هي نقصد بها البرمجة. هي عملية كتابة الإعازات، يعني أنت من راح تكتب الإعازات عن طريق الكمبيوتر على مود تسوي بروسس للداتا، وبالتالي راح تسوي سولف للبروبلم المعينة. هاي البروسس يسموها البروجرامينج البرمجة. بصورة عامة الكمبيوتر بروجرامز اللي انت راح تكتبها كمبرمج واللي راح تتنفذ داخل الكمبيوتر بجزء السي بي يو يسموها السوفت وير، لكن الهارد كومبوننت اللي هي المكونات المادية الصلبة يسموها الهاردوير. اذا الكمبيوتر يعتبر هاردوير، والبروجرام اللي انت راح تكتبه داخل الكمبيوتر يعتبر سوفتوير. اي جزء مادي صلب يرتبط بالحاسوب يسمونه الهاردوير. ثانيا الشورت هيستوري يوضح تاريخ اللغات البرمجية وظهورها، واحنا راح نركز فقط على لغة السي بلس بلس اللي ظهرت بسنة 1983 بواسطة بيارن ستروستروب. ثالثا البروغرامينج لانجوج اللغة البرمجية is a set of rules, samples and special words used to construct a program. يعني اللغة البرمجية صورة مختصرة هي مجموعة من القوانين والرموز والكلمات الخاصة اللي راح نستخدمها على مود نبني البرنامج، فضروري تعرف الرولز الخاصة باللغة البرمجية والسامبلز وكذلك السبيشال ووردز اللي يسموها الكي ووردز الكلمات المفتاحية. من تفتهم هاي الثلاث أمور راح تعرف تتعامل مع اللغة البرمجية وتكتب البرنامج بصورة صحيحة داخل اللغة البرمجية. الكمبيوتر بروجرام لانجوج تتقسم إلى 3 ليفلز ثلاث مستويات، وهي اللو ليفل لانجوج والميدل ليفل لانجوج والهاي ليفل لانجوج. يعني اللغات البرمجية راح تنقسم لثلاث مستويات. اللو ليفل لانجوج هو أقرب إلى مستوى الحاسبة، يعني اللغة البرمجية اللي تكون بهذا الليفل هي أقرب إلى مستوى الحاسبة مثل الأسامبل لانجوج. الميدل ليفل لانجوج هي حالة وسطية بين اللو ليفل لانجوج والهاي ليفل لانجوج مثل لغة السي بلس بلس والجافا. إذا السي بلس بلس تصنف ضمن الميدل ليفل لانجوج، لكن الهاي ليفل لانجوج هي أقرب إلى مستوى اليوزر أو المبرمج مثل باسكال فورتران والبيسك إلى آخره من اللغات البرمجية. فالسي بلس بلس هي تعتبر ميدل ليفل لانجوج الوسط، فماخذة إمكانيات من اللو ليفل لانجوج وماخذة إمكانيات من الهاي ليفل لانجوج، وهاي تعتبر نقطة قوة للسي بلس بلس، لأن السي بلس بلس تدمج بين إمكانيات اللو ليفل والهاي ليفل. The high level language and middle level language are translated into machine language, which is made up of binary coded instructions that is used directly by the computer called compiler program. يعني طلاب بصورة عامة الإعازات الخاصة بأي لغة برمجية تصنف ضمن الـ high level language أو الـ middle level language. هاي الإعازات لازم تترجم
إلى لغة برمجية أخرى أو إلى لغة أخرى تسمى المشين لانجوج، اللي هي نقصد بها لغة الماكنة، لغة الحاسوب، يعني اللغة اللي يفتهمها الحاسوب اللي هي المشين لانجوج، واللي تكون بيئتها عبارة عن باينري بالنظام الثنائي، أما زيرو أو ون. لذلك لازم أكو وسيط يحول الإعازات المكتوبة بأي لغة ضمن الهاي ليفل أو الميدل ليفل، يحول هاي الإعازات إلى لغة الماكنة المشين لانجوج اللي هي الباينر سيستم، وهذا الوسيط يسمى الكومبايلر المترجم، اللي راح يترجم الإعازات مالتك كمبرمج ويحولها إلى لغة الماكنة حتى تتمكن الحاسبة من فهم هاي الإعازات. إذن من راح تشتغل وتكتب البرنامج لازم قبل لا تنبذه تسوي له كومبايليشن على مود تتم عملية الترجمة، على مود يشيك البرنامج مالتك، وهذا الكومبايلر راح يترجم هاي الإعازات اللي انت كاتبها كمبرمج ويحولها الى المشين لانجوج. رابعا البروغرامينج ان سي بلس بلس لانجوج. طلاب من تريد تتعامل ويا اي لغة برمجية ضروري تعرف 3 أشياء مهمة عن اللغة اللي انت راح تختارها او تدرسها. اولا ضروري تعرف الرولز الخاصة باللغة، يعني هيكلة البرنامج اللي راح تتوضح بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. ثانيا لازم تعرف السامبلز الرموز اللي يحق لك التعامل وياها بهاي اللغة البرمجية، لان كل لغة برمجية لها فت سامبلز معينة تختلف عن اللغة الاخرى، فضروري تعرف السامبلز. ثالثا الكي وورد او يسموها السبيشال وورد، الكلمات المفتاحية الخاصة بهاي اللغة، وبالتالي راح تقدر تبني البرنامج بالاعتماد على الرولز والسامبلز والكيورد. فالسي بلس بلس تتيح للمبرمج ان يتعامل ويا الانجليش كابيتال لترز، يعني تتيح لك التعامل مع الحروف الكابيتال باللغة الانجليزية، وكذلك السمول لترز الحروف باللغة الانجليزية من نوع السمول، وكذلك الديجيت الأرقام، وكذلك السبيشال سامبلز اللي عددهم 30 اللي هي نقصد بها الرموز الخاصة. فمن تستخدم هاي الرموز داخل البرنامج ما راح يعترض عندك الكمبايلر من يترجم هاي الرموز، لأن هاي الرموز محجوزة باللغة، يعني موجودة باللغة، يعني ما بيها مشكلة متخليها داخل البرنامج. بالإضافة إلى هاي السبيشال سامبلز اللي عددهم 30، لغة السي بلس بلس توفر عدد من الكيوردز، ومن ضمن هاي الكيوردز هي البريك والإيلس والكيس والكاركتر والفلوت والوايل والشورت إلى آخره. هاي مجموعة الكلمات اللي راح تستخدمها في بناء البرنامج، وطبعا هذا الجدول ما مطلوب منك كحفظ، لأن تدريجيا راح تعرف هاي الكلمات المفتاحية مرور المحاضرات، بس ضروري تعرف شنو شغلهم أو شنو هي الكيورد. هاي الكلمات هي محجوزة باللغة، وكل كلمة من هاي الكلمات هي تؤدي وظيفة معينة بالبرنامج، يعني اللونج إلى وظيفة معينة بالبرنامج يختلف عن الدو. هاي الكيورد عددها قليل بلغة السي بلس بلس، وهذا العامل يضيف قوة للغة السي بلس بلس مقارنة باللغات الأخرى، لذلك السي بلس بلس يكون تعلمها سهل والمبرمجين يرغبونها وانتشارها أوسع لأن الكيورد الخاصة بها قليلة. إذن عرفت الكيورد الخاصة بلغة السي بلس بلس بالإضافة إلى السبيشال سامبلز واللترز والنمبرز، وتنتبه على هاي الكيورد.
تكتبها كما هي بالبرنامج، يعني هنا الوايل بالسمول لترز، ضروري تكتبها بالسمول لترز بالبرنامج. بمجرد ما تحول حرف الاي الى كابيتال ما راح يتنفذ عندك البرنامج، والكمبايلر يطلع لك ايرور، يعني خطأ عندك قواعدي، لان هاي كلمة محجوزة باللغة. فمن تغير حرف السي بلس بلس راح تعترض، لان ماكو هاي الكلمة باللغة اذا تحول الاي الى كابيتال او اي حرف من هاي الحروف. فتنتبه على هذا الشيء. حاليا راح نتكلم عن موضوع داتا تايبس، وهو من المواضيع المهمة في اي لغة برمجية، لان اي لغة برمجية تحتوي على مجموعة من الداتا تايبس، الانواع البيانية الخاصة باللغة، وهاي الداتا تايبس يحددها المبرمج اثناء كتابة الكود البرمجي حسب احتياجه، يعني يشوف البرنامج شنو يحتاج من بيانات، وبالتالي ضروري تحديد نوع البيانات. ولغة السي بلس بلس تتعامل مع 5 أنواع من البيانات، اللي هي الكاركتر والانتجر والفلوتينج بوينت والدبل فلوتينج بوينت والفاليوليس. النوع البيان الأول اللي هو الكاركتر، نستخدم هذا النوع البياني لتمثيل الرموز في لغة السي بلس بلس، والرموز نقصد بها اللترز مثل السمول لترز والكابيتال لترز، بالإضافة إلى السبيشال سامبلز الأخرى مثل الهاش والدولار والستار إلى آخره من الرموز، وحتى الأرقام، يعني بصورة مختصرة كل الرموز اللي موجودة بالكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح. هاي الرموز على مود تستخدمها بالبرنامج لازم تحدد النوع البياني مالتها، والنوع البياني مالتها من نوع كاركتر. فهذا الكاركتر راح يوفر او يحجز مساحة خزنية بالذاكرة مقدارها 1 بايت، وبالتالي راح ينخزن هذا الكاركتر بهاي المساحة الخزنية المحددة اللي هي 1 بايت، على مود يخزن كل الرموز اللي ممكن تستخدمها بالبرنامج. فهنا عندك اولا الداتا تايب اللي هو الكاركتر. برمجيا انت راح تكتب CHAR ككيورد، ككلمة مفتاحية باللغة هي CHAR. المساحة الخزنية 1 بايت، ما ندخل بهاي التفاصيل، ضروري تفتهم الكيورد والنوع البياني والمساحة الخزنية. النوع البياني الآخر اللي هو الانتجر، هو نوع بياني راح نستخدمه لتعريف وحجز الأرقام الصحيحة بالبرنامج، يعني كل الأرقام اللي ما بيها كسور، وممكن تكون هاي الأرقام سالبة أو موجبة أو حتى الصفر، مثل 95 سالب 200 الصفر إلى آخره من الأرقام. إذن الكاركتر يحجز رموز، لكن الانتجر مسؤول عن تعريف الأرقام الصحيحة، وهذا النوع البياني اللي هو الانتجر بنوعين توفره لغة السي بلس بلس، أما يكون شورت أو لونج حسب هذا التيبل. هنا عندك النوع البياني اللي هو شورت انتجر، الكيورد تكتب شورت والانتجر فقط اول 3 أحرف INT، وهاي عبارة عن كيورد محجوزة باللغة تكتبها كما هي. وبي كذلك اللونج، اللونج انتجر يكتب هكذا لونج انتجر. هاي النوعين تخزن أعداد صحيحة أيضاً
لكن الاختلاف هو بحجم المساحة الخزنية المحجوزة بالذاكرة. فإذا استخدمت الانتجر من نوع long راح تحجز 4 بايتات بالذاكرة. هاي 4 بايتات على مود تخزن بيها المتغير أو النوع من نوع البيان اللي هو long integer، الرقم اللي هو من نوع long integer. لكن إذا استخدمت short integer المساحة الخزنية هي 2 بايت. إذن الفرق فقط بالمساحة الخزنية، لكن المبدأ هو نفسه، يخزن الأعداد الصحيحة. لكن من تنطي فقط integer هنا راح يعتبره هو long افتراضيا، وينطي كذلك مساحة خزنية مقدارها 4 بايت. وطبعا المساحة الخزنية هاي تختلف من لغة إلى أخرى، وكذلك من فيرجن إلى آخر. يعني اكو لغات C++ غير فيرجن، تختلف هاي المساحات الخزنية. لكن احنا المنهج المقرر بهاي المساحات الخزنية بأنه short integer 2 بايت، واللونج انتجر 4 بايت، والانتجر 4 بايت، والكاركتر 1 بايت. النوع البياني الآخر اللي هو الفلوت، نستخدم هذا النوع لتمثيل الأعداد الكسرية وليست الأعداد الصحيحة، يعني الأعداد اللي بيها فارزة مثل 1.5، 2.5، سالب 8.8. الفلوت له حجم ورينج بالذاكرة بالميموري مالت الكمبيوتر، ويتحدد السايز مالته والرينج حسب الكومبايلر والفيرجن اللي انت منصب على حاسبتك. وهنا بهذا الفيرجن اللي احنا راح نستخدم الفلوت السايز مالته هو 4 بايت. والنوع البياني المشتق من الفلوت هو الدبل، وهو ايضا فلوت لكن مضاعف بمساحة خزنية اكبر مقدارها 8 بايت، يعني 8 بايتات، يعني ضعف الفلوت. واكو ايضا كذلك لونج دبل اللي هو نقصد بيه لونج دبل فلوت بمساحة خزنية مقدارها 10 بايت، 10 بايتات، نستخدمها للارقام الكسرية الكبيرة جدا حسب هذا التيبل. فهنا النوع البياني من نوع float، الكيورد float بالsmall letters، المساحة الخزنية 4 بايت، الدبل يكتب هكذا كيورد اللي هو ضعف الفلوت مقداره 8 بايت، الدبل بي كذلك long اللي هو نفس الفلوت لكن long double المقدار 10 بايت. النوع البياني الأخير هو الفاليوليس أو يسموه الفويد، وهذا النوع البياني به 3 استخدامات أو مواضع استخدام. أولا نستخدمه مع الدوال اللي ما ترجع أي قيمة، يعني هاي الدوال نعرفها من نوع void. ثانيا نستخدم هذا النوع البياني مع الدوال اللي تخلو من الباراميترز اللي ما بها باراميترز، فنعرف هاي الدوال من نوع void. واخيرا مع البوينترز المؤشرات. اذن الفويد يتوضح اكثر بموضوع الدوال والبوينترز بالمحاضرات القادمة ان شاء الله. وبالنسبة للجدول ما موجود الفويد لأن يستخدم مواضع حساسة جدا في موضوع الدوال والبوينترز، وما يحتاج إلى مساحة خزنية معينة لأن valueless.